الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا شباب. طبعا ده افضل مكان ممكن الواحد يصطاد من عليه قروش في الايام دي. يا جماعة انا عايزكم الايام دي ان شاء الله اللي حابب يصطاد قروش وسياسي يركز على اخر النيل او البواغيز، اي بغاز مفتوح البحر عايزكم تركزوا عليه. هنا طبعا في اخر النيل فرع رشيد، ونتمنى انكم دايما تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اخواتي انا بنصطاد بدون مشرشر، حاطط صنار صغير هنا لان في دنيس كتير في الارض وما بياكلش على الصنار الكبير. يعني ضربت كام واحده كده وما توفقتش فيها. شغال انا طبعا بعود 3 متر ونص عليه خيط بريد 25 مكنه 8000. بنشتغل بطريقه التشويه. خليكم معانا. ايه طبعا بنمسك العود على ايدي، احط الخيط كده على الصبع ده اللي فتح المطب بتاعي، وبنيجي ايه ده. ايوه عوفة. نقطة صغيرة، نقطة مسؤولة. ماشي حبيبي، بس بالراحة مسؤول. صلاة النبي عليك يا مسعود. الله ينور عليك. ماشي. السلام عليكم وبركاته. الله ينور يا مسعود. طبعا ده العش يا جماعه، العش ده عايم، ده بيبقى يعتبر برج مراقبه لان هنا في صناديق للسمك اللي هي بيتزرع في النيل في المياه المفتوحه. ده مكان المعيشه ومكان النوم ومكان الاحتواء. المكان ده طبعا امن جدا من الشتاء، يعني ما بتخلوش نقطه ميه لان السقف بتاعه معزول بفايبر جلاس. والحمد لله ان انا ليا اصحاب زي الناس اللي انا بننزل عندهم دول، يعني مرحبين بيا ومحتويني. وان شاء الله الموسم ده هيبقى زي الفل ان شاء الله علينا وعليكم، ونتمنى ان الفيديو يكون نايل اعجابكم ان شاء الله.
ما بيجروا كده كده، بيجيبوا الغاز تحت العلافات والطرح. تنوم في عين بقى لان ابوي مخبط بقى، يطلع بقى بوري على بولتي على اي حاجة. اللي في رزقك هتاخده، ممكن ما يطلعش اي خالص. سياسة هيدخل الكبير ان شاء الله، مشارة سياسة لا نقطة. ماشي تسلم ايدك. لسه والله انا لسه سبحان الله يا جماعة، اول مرة في حياتي ناخد سمكة موسى اللي هي السفورية. سبحان الله، كل ده سبحان الله في النيل. معقولة النيل فيه الكلام ده كله؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوفوا يا جماعة النيل فيه ايه يا جماعة، لا اله الا الله. شوفوا يا جماعة البغاز فيه ايه، الله اكبر الله اكبر سبحان الله. ابو اجيبك اللي بتخلي جنبك برضه. سبحان الله يا جماعه، شوفوا يا جماعه النيل فيه ايه سبحان الله. ده اللي انا ما دخلتوش، ان انا ناخد السمكه دي من النيل. انا اول مره في حياتي نصطاد السمكه دي بصراحه، اول مره في حياتي نصطاد دي. اسمها السفوري يا جماعه، او سمكه موسى زي ما بيقولوا، اول مره في حياتي نصطاد. ما شاء الله لا قوه الا بالله، سبحان الله في خلقه سبحان الله. عليا عليا هات منه السمكه. بيني ايه انت باين انت ماشي ما شاء الله ما شاء الله، دنيسه محترمه يعني. ما شاء الله، ودي نهاية الفيديو يا جماعة. أنا ما رضيتش نطول في صوت الليل لأن التصوير ما كانش واضح بصراحة يعني، فإن شاء الله انتظرونا في مجزرة جديدة بإذن الله للدنيس في هذا المكان. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل حتى يصلك مننا كل جديد. كان معكم أخوكم سامح الخلق، والسلام عليكم.